البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. اقبلونا، لم نظلم أحدا، لم نفسد أحدا، لم نطمع في أحد. لأقول هذا لأجل دينونة، لأني قد قلت سابقا إنكم في قلوبنا لنموت معكم ونعيش معكم. لي ثقة كثيرة بكم، لافتخار كثير من جهتكم. قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا، لأننا لما أتينا إلى مقدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات، من داخل مخاوف. لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس، وليس بمجيئه فقط، بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي، حتى إني فرحت أكثر، لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم، مع إني ندمت، فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة. الآن أنا أفرح، لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله، لكي لا تتخسروا منا في شيء. لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله، كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي جميعا، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركته علينا أمين. ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون، ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل من أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان، وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. كذلك رحاب الزانية أيضا، أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر؟
لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا. أمين. ولما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا أنفسهم قائلين إنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس. وكان الذين صنعوا هذا التحالف أكثر من 40، فتقدموا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا قد حرمنا أنفسنا حرما أن لا نذوق شيئا حتى نقتل بولس، والآن أعلموا الأميرة أنتم مع المجمع لكي ينزله إليكم غدا، كأنكم مزمعون أن تفحصوا بأكثر تدقيق عما له، ونحن قبل أن يقترب مستعدون لقتله. ولكن ابن أخت بولس سمع بالكمين، فجاء ودخل المعسكر وأخبر بولس، فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات وقال اذهب بهذا الشاب إلى الأمير لأن عنده شيئا يخبره به. فأخذه وأحضره إلى الأمير وقال استدعاني الأسير بولس وطلب أن أحضر هذا الشاب إليك، وهو عنده شيء ليقوله لك. فأخذه الأمير بيده وتنحى به منفردا واستخبره ما هو الذي عندك لتخبرني به؟ فقال إن اليهود تعاهدوا أن يطلبوا منك أن تنزل بولس غدا إلى المجمع، كأنهم مزمعون أن يستخبروا عنه بأكثر تدقيق، فلا تنقض إليهم لأن أكثر من 40 رجلا منهم كامنون له، قد حرموا أنفسهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوه، وهم الآن مستعدون منتظرون الوعد منك. فأطلق الأمير الشاب موصيا إياه أن لا تقل لأحد إنك أعلمتني بهذا، ثم دعا اثنين من قواد المئات وقال أعد 200 عسكري ليذهبوا إلى قيصرية، و70 فارسا و200 رامح من الساعة 3 من الليل، وأن يقدم دواب ليركب بولس ويوصلاه سالما إلى فيليكس الوالي. وكتب رسالة حاوية هذه الصورة كلوديوس ليسياس يهدي سلاما إلى العزيز فيليكس الوالي. هذا الرجل لما أمسكه اليهود وكانوا مزمعين أن يقتلوه أقبلت مع العسكر وأنقذته، إذ أخبرت أنه روماني، وكنت أريد أن أعلم العلة التي لأجلها كانوا يشتكون عليه، فأنزلته إلى مجمعهم فوجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم، ولكن شكوى تستحق الموت أو القيود لم تكن عليه. ثم لما أعلمت بمكيدة عتيدة أن تصير على الرجل من اليهود أرسلته للوقت إليك، آمرا المشتكين أيضا
أن يقولوا لديك ما عليه، كن معافى. فالعسكر أخذوا بولس كما أمروا وذهبوا به ليلا إلى أنتيباتريس، وفي الغد تركوا الفرسان يذهبون معه ورجعوا إلى المعسكر. وأولئك لما دخلوا قيصرية ودفعوا الرسالة إلى الوالي أحضروا بولس أيضا إليه. فلما قرأ الوالي الرسالة وسأل من أية ولاية هو ووجد أنه من كيليكية، قال: سأسمعك متى حضر المشتكون عليك أيضا، وأمر أن يحرس في قصر هيرودس. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي اتنين برمهان أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من سنة 21 للشهداء اللي بتوافق سنة 305 ميلادية، استشهد القديس الأنبا مكراوي الأسقف. اتولد في أشمون جريس بمحافظة المنوفية من أبوين مسيحيين غنيين عايشين بالتقوى والإيمان، وربوه أحسن تربية. ولما كبر زاد في صلواته وأصوامه وقراءة الكتب المقدسة، وانتشرت فضائله الروحية فرسموه أسقف على مدينة نيقيوس اللي هي حاليا قرية زاوية رزين بمحافظة المنوفية. وكان بيجاهد في تعليم الشعب التعاليم الكنسية ويثبتهم على الإيمان والعقيدة الأرثوذكسية. سمع بيه يونيانوس الوالي فطلبه وعرض عليه عبادة الأوثان، وطبعا رفض بشدة، فأمر بضربه وإهانته وتعذيبه. لكن يا حبايبي ربنا كان بيقويه ويشفيه. ولما احتار معاه الوالي بعته للوالي أرمانيوس في الإسكندرية علشان يكمل تعذيبه فسجنه. لكن ربنا عمل عجائب ومعجزات كتير على ايديه في السجن. ولما عرف الوالي أرمانيوس اتغاظ جدا وامر بتعذيبه اكتر ورماه للوحوش المفترسة. لكن يا حبايبي ربنا انقذه منها وما قربوش منه خالص. اخيرا امر بقطع رأسه ونال اكليل الشهادة، وكان عمره 131 سنة، منها 69 سنة أسقف. أخذ القديس يوليوس الأقفاصي جسده وكفنه بإكرام عظيم، ووضع صليب على صدره، وأرسله في سفينة مع تلاميذه لمقر كرسيه في زاوية رزين. وفي الطريق لقوا السفينة وقفت عند بلده أشمون جريس ومش عاوزة تتحرك، فهموا إن ربنا عاوز جسده يكون في بلده. وخرج الشعب واستقبلوا جسده بالألحان والتراتيل ودفنوه بإكرام عظيم. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.
من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. استمع يا رب بصوتي أدعو، فارحمني واستجب لي، لك قال قلبي، قلت اطلب وجهي، وجهك يا رب أطلب. هللويا. مبارك باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدى في المحاسبات قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو ومراته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين، فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني مالي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يريد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاءه ما كان حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى، فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه ذلاته. والمجد
المجد لله دائما.